صنيعهم. منتجنا النهارده فيه تكات اول مره هتشوفوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم مع مهندس كيميائي ايمن كريم في حلقه من حلقات كيف تبدا مشروعك، وحلقه النهارده هو شامبو السكات. هنعمل 5 لتر شامبو سكات، دول 3 بس هندوب فيهم كمية الخل المطلوبة وهم 10 جرام. بوزنهم وانا مجهز ميزان. كل 10 جرام من الخل بضيفهم، ريحته طبعا هو خل مركز، فراح تبقى نفاذة. اقلب كويس، بعد كده بجيب الصودا الكاوية، هاخد من الصودا الكاوية 60 جرام بالظبط، دول 60 جرام هضيفهم. وأقلب عشان يدوب كويس. حمض السلفونيك اللي أنا محتاجه للكمية ديت هو 175 جرام من الحامض. أحطهم على الخليط بتاعي وأقلب كويس جدا. على فكرة أنا حاطط كمية من التكسابون على شامبو السجاد، بيديله شفافية وكمان بيجود وبيديله قوة تنظيفية أكبر، فأنا حاطط على 5 لتر 165 جرام من التكسابون. هنا ال 165 جرام من التكسابون دوبتهم في كمية من المية المحسوبة ضمن ال 4 لتر مية بتوعنا، هبدأ أضيفهم للخليط الكبير، أقلبهم كويس أوي. ده الفاتي الكحول، هاخد منه 75 جرام، والفاتي الكحولي ده بيدوب في ميه سخنه. الفاتي الكحولي ده اهميته ان هو بيدوب الزيوت والدهون، يعني لو في بقعه في السجاده الفاتي الكحولي ده بيساعد على طلوع البقعه لو كانت بقعه زيتيه او دهن. وابدا اضيفها على المحتوى الكبير. انتوا عارفين ان كل عملياتنا اهم حاجه فيها عمليات التقليب الجيد. بعد كده هنجيب ماده تحافظ لنا على المنتج ما يحصلش فيه عفونه او كده لو استمر فتره، هجيب 2 جرام بس من بنزويت الصوديوم اللي هي الماده الحافظه وابدا اضيفها، وهي موجوده معانا على طول. فاكرين في الشامبو كنا بنحطها والنهارده برده بنحطها، انا بس بحط 2 جرام وهقلبهم وهضيفهم على الخليط. بس بعد كده عارفين طبعا ملح الليمون اللي هو بيظبط لي البي اتش، هجيب منه 2 جرام واقلبهم برده كويس. واضيفهم للخليط. اللي باقي لي حاجه واحده ان انا اقيس البي اتش. انا هحط ورقه البي اتش قدام حضراتكم واطلعها. الورقه تقريبا بتقرا لي من 5.5 ل 6، اعلى من 6 شويه، دي 6.5 وده مناسب جدا لشامبو السجاد. ده شكل المنتج اللي احنا عملنا منه 5 لتر النهارده. اي استفسارات لكم هتقابلوني على الرقم بتاعي في الواتس، هرد عليكم لغايه لما تعملوا المنتج وتقولوا لي النتيجه بتاعته بنفسكم. العبوات طبعا عبوات بلاستيك، ازايز بلاستيك ايا كان حجم الازازه، حسب ما انت عاوزه تستخدمي او حسب مشروعك الصغير او حتى مشروعك الكبير. انا بشكركم واتمنى تكونوا استفدتم. اللي استفاد يعمل لايك واشتراك للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.